السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هاي سبورت الكرام. اليوم سوف نشاهد لحظات غير أخلاقية من اللاعبين. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. هنا تدخل من فينيسيوس على قدم هذا اللاعب، واللاعب يسقط أرضاً. ولم يكتفي فينيسيوس بإسقاط اللاعب بل سبه أيضاً. يا فينيسيوس، كل هذه الأشياء تمنعك من الحصول على الكرة الذهبية. شاهدوا هذه اللقطة، الكرة خرجت خارج الملعب، وهنا حارس المرمى دفع حامل الكرات ليأخذ كرة أخرى ليخرج له الحكم البطاقة الصفراء على فعلته. هنا نجد حارس المرمى تعرض لشد عضلي وسقط على الأرض، ولكن اللاعب الخصم لم يستمسك بالروح الرياضية وأحرز الكرة في الشباك. ترى لو كنت مكان هذا اللاعب، هل كنت سوف توقف الكرة أم تحرزها في الشباك بهذا الشكل؟ أريد أن أسمع آراءكم. شاهدوا معي هنا فينيسيوس، يعطي له لاعب البايرن الكرة ولكنه يتركها، ثم يتركها مرة أخرى باستفزاز كبير. كم أنت مستفز يا فينيسيوس، لو تركز فقط داخل الملعب لكنت حصلت على الكرة الذهبية. شاهدوا معي هذا اللاعب الذي ينفرد بالشباك خالية، ولكنه يوقف الكرة على خط المرمى ويريد أن يدخلها بطريقة استعراضية. هذه الحركات تكون مستفزة جدا للفريق الخصم والجمهور، واللاعبون الكبار لا يصنعون مثل هذه الحركات، فهي ليست من شأنهم ولا ترفع منهم شيئا. انظروا هنا لحارس المرمى الذي يمسك الكرة من فوق الجميع، وعندما أراد أن يلعبها تدخل معه هذا اللاعب بظهره لكي يمنعه من تمرير الكرة بسرعة، والحكم يطلق له البطاقة الصفراء. شاهدوا هنا هذا الشد وسقوط اللاعب، ثم إن هذا اللاعب لم يراعي أنه سقط بل سدد فيه الكرة بكل قوة، ثم ردها عليه المنافس وضرب الكرة به. شاهدوا هنا هذا الإنقاذ من الحارس، وعندما أراد أن يلعب الكرة مسك قدمه لأنه يبدو أنه تعرض لالتواء في قدمه، ولم يراعي المهاجم هذه الإصابة وأدخلها في الشباك خلافاً لتعاليم الروح الرياضية. هناك اعتراض من اللاعبين لما فعله هذا اللاعب. هل في رأيكم تستحق أن يوقف المهاجم الهجمة لأجل هذا الحارس أم يدخلها في الشباك لو كان فريقه متأخراً؟ سلامات أيها الحارس. هنا نشاهد نزاعاً على الكرة، وفي الأخير افتك هذا اللاعب الكرة، ولكن انظروا إلى هذه العرقلة، لقد سدد اللاعب في قدمه وتعمد إصابته لينفعل عليه اللاعبون في الفريق الخصم ويشتد الشجار بين اللاعبين، وفي الأخير تمزق قميصه يريه لحكم اللقاء الذي يخرج له البطاقة الحمراء ويأمره بالخروج خارج الملعب. وانظروا معي إلى هذا الطرد، ترى ما هو سببه؟ نرى ليفاندوسكي واقع على الأرض، هل يا ترى بسبب إهمال هذا الحارس في هذه التشتيتة التي أصابت ليفاندوسكي؟ نعم، إهمال كبير من الحارس لم يراعي فيه المهاجم ليخرج له الحكم البطاقة الحمراء. شاهدوا هنا روديغير وهذا اللاعب، احتداد باللسان بين الطرفين، وكارفاخال يذهب لتهدئة المشهد. كارفاخال أيضا ليس سهلا، ليعطي الحكم البطاقة الصفراء. انظروا لهذا التدخل أيضا في وسط الملعب ويخرج له الحكم البطاقة الصفراء. وهنا نجد اعتراضا من فان دايك، لا أعرف لماذا يعترض اللاعبون بهذه الصورة على الحكم. هنا نشاهد ليفاندوسكي ورميت بجواره شماريخ أو ألعاب نارية يبدو أنها أصابت وجهه. هذه أخلاق سيئة من الجماهير، أصبتم لاعبا نجما هدافا. سلامات يا ليفاندوسكي. هنا رونالدو يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء، وهذا اللاعب يزيح الكرة من أمامه لينفعل عليه رونالدو بهذه الصفحة ويخرج عن تركيزه، وعندما سدد الكرة بالفعل ضيعها رونالدو. إذن نجح اللاعب في تشتيت ذهن رونالدو. لا بأس يا رونالدو، ستحرزها في المرة القادمة. هنا أيضا ألعاب نارية سقطت على أرضية الميدان تخيف اللاعبين جدا. شاهدوا هنا مراوغة رائعة بين قدمي اللاعب، وهنا شد من القميص
بدون التدخل على الكرة يستحق البطاقة الحمراء برأيي، لأنه لم يتدخل على الكرة أصلا. ترى أي كارت سيخرج الحكم؟ شاهدوا هنا انطلاقة للاعب تشيلسي، ولكن لاعب هذا الفريق سقط وأمسك الكرة بيديه ليمنعها من اللاعب. لم أرى في حياتي مدافع يفعل هذا. أعتقد أنها تستحق البطاقة الحمراء وليس الصفراء الثانية، ولكنه في الأخير أخذ البطاقة الحمراء وخرج خارج الملعب. انظروا هنا، الحارس يريد أن يمسك الكرة ولكن هناك إعاقة منعته من إمساكها. شاهدوا، وأنت في وضعية الطيران إذا لمسك أي أحد سوف تسقط على الأرض فورا. هنا هذا الحارس يمسك الكرة ويوقف المباراة بداعي الإصابة، وعندما أراد أن يخرج الكرة خارج أرضية الملعب أخذها هذا اللاعب ولعبها في المرمى ليستفز الفريق المنافس ويبدأ الشجار. وهنا نرى خروج حارس المرمى بسبب الإصابة. هنا نجد حارس المرمى يلعب الكرة، ولكن هذا اللاعب بذكائه تدخل على حارس المرمى وأخذ الكرة، والحكم احتسب ركلة حرة. هل هذا طرد للمدرب؟ شهدوا هذا التدخل مع هذا اللاعب في التدريبات، ولم يذهب إليه زميله للاعتذار منه حتى، وهو ما أغضب اللاعب كثيرا. اهدوا يا شباب، أنتم في حصة تدريبية، لا يستدعي ذلك الخروج أبدا. انظروا كيف طار على الأرض، لقطة غير أخلاقية. انظروا إلى هذا التدخل أيضا، أعتقد أنه سقط على الأرض بدون تدخل، يلاحظ ذلك الحكم ويخرج له البطاقة الصفراء. هنا هذا اللاعب داس على قدم خصمه بالخطأ ليقع اللاعب على الأرض ويطمئن عليه زميله، ولكن لماذا يخرج الحكم البطاقة الصفراء يا ترى؟ شاهدوا هنا هذا التصدي من الحارس ويريد أن يلعب الكرة بسرعة، ولكن شاهد هذا التدخل من المهاجمين مع الحارس لكي يوقف ويعطل الهجمة، يستحق عليها بالتأكيد بطاقة حمراء. هنا لقطة طريفة جدا للاعب طلب المياه من الفريق الطبي الخصم، والحكم يخرج له البطاقة الصفراء بسبب سلوكه الغير أخلاقي. شاهدوا كيف طلب المياه. شاهدوا هذا اللاعب الذي راوغ اثنين ولكنه تعرض لدفعة وسقط أرضا. شاهدوا الآن اعتراضه على الحكم لأنه يرى أن هناك مخالفة، ولم يتحمل هذا فضرب خصمه بهذه الطريقة، ثم يبدأ بالانفعال على اللاعبين ويحتد الشجار بين الفريقين. شاهدوا هنا تدخل كارفاخال على لاعب المنتخب الألماني، كيف أمسكه وأسقطه أرضا ليخرج له الحكم البطاقة الحمراء فورا. شاهدوا هذا التدخل القوي في ظهر اللاعب، يقوم اللاعب وينفعل عليه بهذه الطريقة ثم يضربه برأسه ليسقط المسكين أرضا، والحكم بالتأكيد سوف يخرج البطاقة الحمراء. شاهدوا هذه المراوغة من اللاعب، لقد راوغه أكثر من مرة وفي كل مرة يشده من قميصه فيها، من حقه أن ينفعل. انظروا لهذه التسديدة من رونالدو، أحرز ركلة الجزاء، ولكن حارس المرمى يعترض طريقه ولا يريده أن يمسك الكرة. انظروا هنا لهذه الهجمة وهذه الإصابة، وميسي أكمل الهجمة، وانظروا كيف راوغ هذا المصاب. وفي الأخير هل ستحرزها يا ميسي؟ في الأخير لم تدخل الكرة. لم أتوقع منك هذا يا ميسي، توقعت أنك سوف توقف الكرة من أجل اللاعب المصاب. انظروا لهذا اللاعب كيف راوغ المدافع، وفي الأخير هذا التدخل أسقطه أرضا. ترى هل هي ركلة جزاء من الخارج؟ الحكم يخرج البطاقة الصفراء ثم الحمراء. يا إلهي، لقد طرد اللاعب المصاب أصلا. شاهدوا هنا هذا اللاعب ويفصل بينهما، انظروا لتألمه على الأرض. وهذا تدخل بين لاعب ريال مدريد ولاعب باير، ثم يحتد الشجار بينهما مرة أخرى ويفصل بينهما الحكم. انظروا هنا كيف يمسك هذا اللاعب خصمه من قميصه بهذا الشكل، كان يريد إنقاذه من الوقوع ولكنه لم يفهم ذلك وضربه، ثم في الأخير سوف يأتي الحكم ويخرج البطاقة الصفراء للمسكين. هنا قبل تنفيذ الركلة الحرة يبدو أن هناك احتداد بين اللاعبين،
لاعبي تشيلسي ومانشستر يونايتد. لطالما يكون هذا الديربي ساخنا بين اللاعبين وبه الكثير من الشجار، لا إنه ليس مانشستر يونايتد. شهدوا هذا الافتكاك بالكرة، ولكن اللاعب يسقط في النهاية والحكم يتيح الفرصة، وهنا بسبب الاحتفاظ بالكرة على الأرض الحكم يخرج البطاقة الصفراء. شهدوا هذا الهدف الرائع، ولكن لا أدري لماذا يضحك هؤلاء اللاعبون. هل تعرفون السبب؟ انطلاقة للاعب إي سي ميلان وسقط على الأرض بدون أن يلمسه أحد، يريد أن يتحصل على ركلة جزاء، ولاحظ ذلك الحكم وأخرج له البطاقة الصفراء لكي لا يعيدها. هنا تدخل من خلف اللاعب ليسقط اللاعب أرضاً، والحكم يحتسب مخالفة، ولكن شاهدوا هذا الاعتراض الغير أخلاقي على الحكم بهذا الانفعال. انظروا لهذا التدخل داخل منطقة الجزاء، وأنت تكون على سرعة كبيرة، إذا لمسك أحد سوف تسقط بهذه الطريقة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.